الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم في مواصلة لحديثنا عن الفتن والملاحم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن والجددو رئيس مركز تكوين العلماء. حياك الله شيخ محمد. قبل أن أبدأ فيما كنت فيه، كنا ذكرنا بالأمس حديث إذا بعجت جبال مكة كظائم، جبال مكة إذا بعجت، ما نص الحديث؟ بطون مكة. فإن رأيت مكة قد بعجت كظائم، نعم آسف، قد بعجت كظائم ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال، وذكرتم أن من معناها الحدائق وكذا. وقد اتصل بنا أحد إخواننا الدكتور أبو البصل وقال كأن في المعاجم أن الكظائم هي الأنفاق أو هي الممرات، وأنا بحثت فوجدت النص التالي لابن الأثير وأريد تعليقكم. يقول تعليقا على الحديث: أي شقت وفتح بعضها في بعض، والكظائم جمع كظامة، وهي آبار تحفر متقاربة وبينها مجرى في باطن الأرض يسيل فيه ماء العليا إلى السفلى حتى يظهر على الأرض، وهي القنوات. وهو يرى أن هذا دليل على أن المقصود الأنفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عموما أهل مكة أدرى بشعابها، وأبو البصل أدرى من نائب مكة. طيب. لكن المحتمل في تفسير الحديث أحد أمرين، إما أن يكون تكون الكظائم جمع كظيمة، والكظيمة الحديقة، وبالأخص من الكرم والزيتون. صحيح. وإما أن تكون بمعنى كظامة، وهي القنوات التي تنقل المياه مثل الأنابيب الآن، فليس فيها شيء في ثقب الجبال. وال هل الأنابيب يمكن تحمل على أنابيب زمزم مثلا تحت الأرض؟ أنابيب زمزم التي تمتد الآن، نعم، هو فيه الأنابيب تحت الحرم أصلا تذهب بالسيول، وفيها أنابيب أخرى، لكن عموما كل ذلك محتمل، والله أعلم، ما نستطيع أن نجزم بشيء فيه. إذا قلنا أنها أنابيب المياه، لا يكون هذا قريبا من الحدائق التي تفضلتم بأن جريان الماء يكون سببا فيه؟ نعم، هو المعنيان متلازمان أو متقاربان. طيب، لدينا أيضا عدة أحاديث أخرى نود أن نسألكم عن تنزيلها إن كان لها تنزيل، قبل أن نبدأ بالحديث عن علامات الساعة القريبة منها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو المنبر. قالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي والطير والسباع. نعم، بالنسبة لهذا الحديث، هو حديث ترك المدينة على خير ما كانت، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدد من أصحابه، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم حذيفة بن اليمان، وهو ترك يتركها أهلها مدة، وآخر من يدخلها راعيان مزينة ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع كبا على وجوههما، وهي على خير ما كانت، بمعنى بنيانها وطرقها على خير ما كانت، لا ويهجرها الناس، وحتى الثمار فيها، ومع ذلك يهجرها الناس، لا يغشاها إلا العوافي. قيل: وما العوافي يا أبا هريرة؟ قال: السباع. وهذا الحديث الذي في الصحيح فيه: حتى يأتي ذئب أبيض، في رواية كلب، فيغذي أن يبور على المنبر أو على إحدى السواري المسجد لا يرده أحد. وفي الصحيح أن حذيفة قال: وددت لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة. هذا الذي كنت سأسأله الآن. لكن الله حال بين حذيفة وبين أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لأنه من الغيبيات التي قد لا يستوعب الصحابة إذ ذاك شرحها. واليوم نحن قد نستوعب خروج بعض الناس من بعض المدن مثل المدينة، ولا يكون ذلك إلا بالغازات السامة التي تقتل البشر ولا تهلك المباني ولا تقتل الشجر. يعني قد يكون هذا، ومن عمل اليهود، في اليهود سيحاولون غزو المدينة، ولا بد أن يحاولوا ذلك كثيرا، يردهم الله على أعقابهم. ولذلك يأتي في بعض الأخبار أن الناس يتركونها 6 أشهر، وهو هذا الترك المقصود في هذا الحديث. نعم. طيب، حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق. وفي رواية:
عند عبد الرزاق يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام. نعم، بالنسبة للمسيح ابن مريم إذا أتى فإنه سيهاجر إليه المسلمون من كل مكان، ويلتحق به الصالحون من كل مكان، ويفرق الله عنه أهل البغي والفساد فيهربون منه إلى أماكن أخرى. وهذا محمل الحديث. نعم، وهي الهجرة إلى الشام إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هاجر من العراق إلى الشام، فيكون خير هجرة آخر الزمان هي هذه الهجرة. وفي أحاديث أخرى أن خليفة في آخر الزمان يأتيه عصائب العراق وبدلاء الشام، وفي خليفة يسمى هذا العصبي، ويأتيه عصب من الناس أو جيوشه عصب. وقد ورد بعض الأمور في وهو غير المهدي وغير المسيح. لا هو من الخلفاء الذين قبل المهدي الاثنى عشر. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وتكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. نعم، بالنسبة لهذا الحديث فيما يتعلق بتكليم السباع قد يحمل على تأديبها، وقد بدأ الناس اليوم يؤدبون السباع في أمريكا وغيرها. يحمل تكليمها على تأديبها؟ نعم، تؤدب حتى تتكلم، تعود على الكلام، تعود على التفاهم مع الإنساء. لا باللغة، قد يكون باللغة لكن باللغة أيا كانت تلك اللغة. ولذلك يدرب بعض الحيوانات الآن على الكتابة على الكمبيوتر، وبعضها يدرب على بعض الإشارات، وقد بدأ التدريب أيام زمان في فترة بعض مدارس علم النفس قديما كانت تتكلم عن الارتباط. لكن صح في الحديث الأخرى أن البقرة تكلمت وأن نعم هذا في الماضي. نعم، وليس المقصود ليس خبرا عن الماضي، هو خبر عن مستقبل الحديث. والبقرة ليست من السباع. ورد حديث الكلب أظن. إيه نعم، ورد أيضا أن ذئبا كلم أبا سفيان وصفوان بن أمية وكان يطرد أرنبا فدخلت في الحرم فرجع عنها فقال: ما رأيتك اليوم. هذا الذئب يتورع من الأرنب بعد أن دخلت في الحرم، فقال: أعجب منه إعراضكما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. لا يحمل الحديث. فسكتا ساعة ثم قال أحدهما إلى آخر: قال أبو سفيان لصفوان: إياي أن تحدث بهذا الخبر أحدا، لأنه لا يبيت بين لابتها أحد إذا حدثت به. إلا تبع محمد. نعم. طيب، وتحديث الرجل يعني أن تحدثه عذبة صوته وشراكه. نعم، حمله بعض المعاصرين على الهواتف النقالة، فهي قدر عذبة الصوت. عذبة الصوت، وأيضا شراك النعل، السماعة التي يستخدمها الإنسان، أو مثل جهاز بلوتوث الذي يوضع كهذه التي هي أذني. نعم، وفخذه، يقولون موضع الهاتف دائما يوضع على الفخذ في اللباس المدني. نعم، لكن شيخ، ألا ترى مثل هذه التنزيلات هي متأثرة بضغط الواقع؟ يعني ربما يأتي بعد 100 سنة مثلا شيء من التطور يجعل شيئا يعلق في الفخذ فعلا ويتكلم أو كذا، فنقول حينئذ هذا هو المقصود. لا، لكن هو المهم أن الحديث يمكن أن يصدق على هذا ويمكن أن يصدق على غيره، فنحن لا نحصره فيما عرفنا، كما أننا لا نحصر قول الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، على المراكب التي عرفناها نحن، بل هذه قطعا منها ويأتي غيرها. ويأتي غيرها. طيب، بعد كل هذه التنزيلات شيخنا، عندي سؤال مهم جدا. إذا وقعت العلامات أو الفتن التي ذكرت في النصوص والآيات، فما هو الموقف من الناس؟ هل تترك كما هي إيمانا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها وتسليما للقدر، أو يسعى الإنسان للمدافعة وإصلاح ما يمكن إصلاحه؟ بل لا بد من السعي للإصلاح والمدافعة وأن يبذل الجهد. فقد قامت الحجية. المهم أن هذه هي تثبيتات. فالله سبحانه وتعالى من سنته وعادته بالكون أن يبتلي الناس، والغالب أن تأتي 3 محن كبرى ثم يأتي بعدها مثبت، ثم يأتي 3 محن كبرى ثم يأتي بعدها مثبت. هكذا دورة التاريخ. نعم، بالاستقراء وفي نص. بالاستقراء فقط، ليس فيها نص، لكنني استقرأت بعض القصص فوجدت فيها هذا الحال. مثلا إذا أذنت، مثلا القصة بني إسرائيل في سورة البقرة، يقول الله فيها: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كان الامتحان الأول: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فرسبوه الامتحان جميعا، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فأصبح القتال من أهل الديار والأبناء. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا.
جاء الامتحان الثاني فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فرسب فيه الجمهور الله عليهم الظالمين. ثم جاء الامتحان الثالث وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فرسبوا فيه جميعا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لكن جاء المثبت وهو تابوت من السماء تحمله الملائكة فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فحينئذ رجعوا للدين والالتزام وأيضا عادت الروح المعنوية إليهم بعد الهزيمة. فبدأ الامتحان من جديد ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر هذا الامتحان الأول فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم. جاء الرسوب أيضا في الجمهور. ثم جاء الامتحان الثاني وهو تذكر المواجهة فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ثم جاء الامتحان الثالث بالمواجهة نفسها نعم وهي فئة قليلة لأن الذين اعتمدوا على اعتقادهم في الله ودعائهم له هم قليل من قليل من قليل. لذلك قال الذين فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هذه عقيدتهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فجاء المثبت فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فكذلك هذه الأمور التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها فتن وبعضها مثبتات. إذا المشروع أن الإنسان لا يستسلم كما يقال وإنما هي الأصل إذا جاءت فتنة ينقسم الناس فيها المواقف الأربعة التي أخذناها استقراءنا أيضا من قبل. الموقف الأول موقف أهل الإيمان والصدق يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الموقف الثاني موقف الصرحاء من المنافقين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والموقف الثالث موقف المخذلين إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. والموقف الرابع موقف الضعفة الذين يهتمون بشؤونهم الخاصة ويتركون أمر العامة. يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الشيخ سننتقل الآن لمحور ثالث وهو الحديث عن كبريات الفتن وملاحم وبعضها من أشراط الساعة الكبرى وما إلى ذلك. وسأبدأ بالسؤال عن المهدي ونريد منك يعني إيجازا لقضية المهدي وعلامته وما يتعلق به. يقول الله تعالى فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة في سورة هود. وهذه الآية اختلف الناس في تفسيرها فذهب بعضهم إلى أن المقصود من كان على بينة من ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واضح ويتلوه شاهد منه أن يشهد بصدقه وما هو عليه فقال هو المهدي وهو منه أي من ذريته. وقيل هو المسيح ابن مريم وهو منه لأنه من أتباعه ومن أمته ويؤيد ذلك قوله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها إلا أربعة أحاديث في ذكر المهدي. فمنها أن المهدي أنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من آل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. وجاء فيه أن المهدي من ذريتي من ولد فاطمة أو من آل بيتي من ذرية فاطمة. وجاء فيه ذرية الحسن خصوصا لا ذرية فاطمة. وجدت بعضهم يقول هذا وأنه كتعويض للحسن عن تنازله عن الخلافة وأن الله يجعل له ربا في ولده. المهم أنه جاء أنهم ذرية فاطمة نعم. وأنه يخرج جاء أنه يخرج على وقت فتنة وفساد عند موت خليفة فيطلبه الناس للبيعة في المدينة فيفر منهم إلى مكة فيدركونه بين الركن والمقام فيبايعونه.
إذن فراره من علاماته. نعم، فيملأ الأرض عدلا بعدما أملئت جورا. ولم يرد في الصحيحين ذكر لشيء من أحاديث المهدي، لكن جاء فقط إشارة تدل عليه، وهو نزول المسيح ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فيقولون يا نبي الله تقدم فصلي، فيقول ما أقيمت لي وإمامكم يومئذ منكم، فيصلي هو إمامكم منكم. مذهب جمهور تفسير الحديث أنه هو المهدي. السؤال الآن، هل يمكن أن يقال أن المهدي من علاماته أنه لا يطلب البيعة لنفسه ولا يدعو إليها؟ نعم، هذا من علاماته، وبالتالي كل من وقف وقال أنا المهدي عرفنا نعم أنه نعم غير ليس هو. وأيضا لا يأتي إلا بعد الخلافة الراشدة التي تأتي في آخر الزمان، وهذا يقتضي أنه ما زال دونه عصور، الله أعلم بعددها، لكن المهم أنه بعد أن تقوم الخلافة ويقوم في 12 خليفة ويفتح بيت المقدس، بعد ذلك يكون نعم، وبعد خراب المدينة، خراب المدينة مرتبط بفتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس مرتبط بفتح روما، هذه كلها بالتدريج. فإذا مات الخليفة أحد الخلفاء تمتلئ الأرض جورا ويثور أهل الفساد، فحينئذ يخرج الله رجلا صالحا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه يصلحه الله في ليلة، وقد هي مما صح أيضا. وما معنى هذا؟ أنه لم يكن صالحا، يعني كان رجلا عاديا، لا كان رجلا عاديا أو شابا عاديا، فيصلحه الله في ليلة، فيتأهل يتأهل لهذا الصلاح وهذا المقام الرفيع، وهو نفسه لا يشعر بهذا، لا يعرف أنه المهدي، ولم يكن صالحا من قبل حتى يعرف ذلك فيه. هذه بعد هذه الليلة، لا بعد يتبين الليلة له أنه صار مؤهلا، يتبين للناس صلاحه، فيدعونه للبيع في المدينة، فيفر منهم إلى مكة وهناك يبايع، ويأتي الجيش بعد ذلك. هذا الرجل هو الذي ينزل في يخرج في زمانه المسيح الدجال، يخرج خلة بين الشام والعراق، وهو سيقاتل المسيح الدجال، ولكنه لن يهزمه، يقتله حتى ينزل المسيح ابن مريم، فهو الذي يقتل المسيح الدجال. سنأتي للدجال إن شاء الله. هناك أيضا علامة أخرى يكثر الحديث عنها، وهي الملحمة الكبرى التي تكون في الشام، والتي يسميها بعض المعاصرين هرمجدون، وفيها حديث المسلم المشهور خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينك وبين إخواننا، فما خبر هذه الملحمة؟ ورد عدد من الأحاديث مثل هذا الحديث في الملاحم في الشام، فمع اليهود حرباني قادمتان كبيرتان، أحداهما قبل خروج الدجال، وهي التي حرروا فيها المسجد الأقصى وانتزع من يد اليهود، وتسقط فيها دولتهم، ليس بالضرورة أن يكون انتزاعه من يدهم الآن، يعني قد ينتزع الآن ثم ينتزع مرة أخرى. نعم، لكن المهم أنه سيحرر المسجد الأقصى ومن اليهود، ويعمر القدس، وذلك عند خراب المدينة، فيهرب اليهود إلى جهة الشرق، إما في العراق وإما في إيران، والمسيح الدجال سيتبعه اليهود من إيران، من إصفهان، 70,000 على رؤوسهم الطيالسة. وهذه الحرب الأولى معسكر المسلمين فيها في الأردن، قد جاء في ذلك حديث النهيك السكوني، وقد ضعفه بعض أهل العلم، لكنه له شواهد أخرى، أنتم شرقية نهر الأردني وهم غربية، ولا أدري ما الأردن يومئذ. هذه الحرب الأولى. الحرب الثانية الحرب مع المسيح ابن مريم، عندما يقاتل المسيح الدجال ويقاتل اليهود الذين كانوا معه. هذه الحرب هي التي يتكلم فيها الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ويدرى إذا كانت الحربان تتتابعان أو بينهما؟ لا، بينهما وقت، وقت طويل بينهما وقت. ثم بعد ذلك، لأن الذي يحرر بيت المقدس ورد في بعض الآثار أنه الخليفة الثاني من الخلفاء، من خلفاء آخر الزمان، كما أن الذي فتح بيت المقدس في المرة الأولى في الخلافة الأولى هو الخليفة الثاني من خلفاء الخلافة الأولى. والحرب الأخرى التي فيها 12 غاية، هذا الحديث الذي ذكرته، هذه الحرب ليست مع اليهود، وإنما هي مع حملة الصليب، لأن رجلا يقوم ويكسر الصليب في هذا الحديث. وهذه محلها أيضا الشام، لكن لا ندري هل هي قبل المسيح ابن مريم أو بعده، والذي يبدو أنها هي سبب فتح روما. إذن إحلال أمام ثلاثة حروب، حرب مع في الشام كلها ثلاثة حروب، وحربان مع اليهود. نعم.
طيب وهذه أيتها التي يسميها الناس اليوم هرم جدون ويوم الرب ويعتبرها النصارى شيء الذي يذكره النصارى واليهود هو الحرب الأخيرة التي يقاتل فيها المسيح ابن مريم اليهود حتى يتكلم فيها الحجر والشجر التي فيها الدجال. إيه نعم يقتل فيها الدجال. طيب القول عند بعض المعاصرين في كتابات كثيرة بأن هذه الحرب العالمية الثالثة ستكون وأنها ستكون حربا مدمرة وحربا نووية وأنه سيكون فيها وسيكون هذا كلام المتخرصين والخراصين ونحن الآن قتل الخراصون لا ندري لكن المهم أنها حرب فعلا عالمية لأنها ستكون مرحمة كبرى وأيضا ليست هي فقط ما ننتظره من الحروب العالمية فالحرب التي تقع في العراق أيضا مثل الحروب التي في الشام حرب أيضا في مصر بين الشرق والغرب عند القنطرة عند القنطرة فحروب كثيرة ما زالت تأتي في آخر الزمان الحرب العراقية يموت فيها من كل 199 فيقول الباقي لعلي أنا أخذه إنما يحسر الفرات عن كنز من ذهب وما جاء في هذه الأحاديث كما شرنا بالأمس من ذكر السيف والخيل هو على حقيقته أن ستكون معارك على هذا الوجه وبالتالي لا نتصور حصولها إلا إذا فنيت هذه الحضارة ورجع الناس إلى الخيول والإبل لا بالنسبة هذا كله محتمل لكن الأصل أن اللفظ لا يحمل على معناه المعروف في اللغة إلا لقرينة وعلاقة ويمكن أن يحمل السيف على آلة الحرب مطلقا فمثلا في الفقه إذا قيل إذا قال الفقهاء آية السيف فيقصرون بها آيات القتال فيطلق السيف على القتال على آلة القتل مطلقا والخيل والخيل كذلك قد تطلق على الرجل مطلقا لكن عموما هذا لا ليس بمحاملنا نحن نقول النصوص كما هي لأنها ما زالت من المتشابه وسيزول عنها التشابه هي الآن من المتشابه الذين نؤمنوا به ولا نبحث فيه ولا ما يبحثوا في الذين نعم لا يبحثوا في كيفياته إلا الذين في قلوبهم مرض أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا ويقوى الحديث نعم ولكن المهم أن في ذلك الوقت سلاحا سلاح دمان شامل لا نختلف فيه وهو نفس المسيح ابن مريم فإن نفسه يبلغ ما يبلغ بصره ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء هذا سلاح الدمار الشامل وأيضا سلاح يميز بين الناس على أساس عقائدهم نعم نوعية خاصة هذه نعم طيب شيخنا ننتقل إلى أعظم هذه الفتن وأكبرها وهي فتنة الدجال وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال وقد فتنة أكبر من الدجال وقد أنذر كل نبي قومه السؤال الأول هل الدجال هو من البشر ويعطى قدرات خارقة أو أنه مخلوق آخر لا ندري ما هو الدجال رجل من بني إسرائيل من البشر مسيح الدجال رجل من بني إسرائيل من البشر ولكنه ضخم الخلقة وله قدرات خارقة أودعها الله به وجعله الله فتنة للناس وما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة مسيح الدجال ويجري الله على يديه من الخوارق الشيء الكثير جدا ولا يقوم إلا بعد أن يشتهر الدجل والخرافة بين الناس فتهيأ الناس له فبين يدي الدجال دجاجلة كلهم يزعمون أنه رسول الله هل هو موجود الآن؟ نعم هو موجود الآن حي على وجه الأرض حي على وجه الأرض في جزيرة خاصة به لا يطلع الناس عليه ومحجوب بغيب الله كما حجب الله كثيرا من الأمور الآن في غيوبه وقد أطلع الله عليه تميم بن أوس الدارية في ركب من التجار وحديث الجساسة ورأيتم لنا خلاصة حديث تميم لأنه تنبني عليه بعض الأسئلة تميم ذكر أنه ذهب هو وأصحاب له في سفينة فجاءت رياح عاتية في البحر فهاج البحر بهم فذهبت بهم السفينة شهرا أو 40 يوما لا يدرون في أي اتجاه يذهبون فجاعوا جوعا شديدا فرأوا جزيرة رأوا شجرا في جزيرة ففرحوا بها فأسرعوا إليها فلما نزلوا في هذه الجزيرة استقبلهم دابة أهلب لا يعرف قبوله من دبره هذا تذكير لفظ الدابة شيخ ما تخرجه في الضمير الدابة التاء التي فيها ليست للتأنيث في مبالغة نعم كعلامة نعم فقالوا ما أنت فقالت أنا الجساسة فكلمتهم بالعربية فبدأوا يسألونها عن الأخبار فقالت الشيخ إلى خبركم الشيخ بالدير إلى خبركم بالأشواق فذهبوا إليه فوجدوه رجلا ضخم الجثة موثقا بتوثيق عجيب بالحبال لا يستطيع الحركة معهم
وما رأوا أحدا أشد وثاقا منه. فسألهم عن قصتهم وسألوه فقال قد قدرتم على خبري. قالوا ما خبرك؟ قال قد قدرتم على خبري. فسألهم عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن النخل بيسانة وسألهم عن بحيرة الطبرية وسألهم عن عين الزغرة ورجعوا ولم يذكر تميم طريقة رجوعهم، ولكنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأصل القصة فحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم، وهو الحديث الوحيد الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحابه. اللهم صل وسلم عليه. هذا التقييد الذي كان عليه الدجال هو تقييد حادث بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو هو مقيد منذ خلق؟ هو مقيد منذ أدخل في تلك الجزيرة، والله أعلم متى أدخل فيها. لأنه على القول بأنه ابن صياد مثلا كما سنأتي. لا ليس ابن صياد، صياد أسلم وولد له، والدجال لا يولد له. طيب. ولا يدخل مكة ولا المدينة، وابن صياد ولد في المدينة وأسلم وحج ودخل مكة. هم قالوا هذا إنما المقصود به حالة خروجه في فترته، أما قبل ذلك فقد يولد له وقد يدخل المدينة ومكة. لا، الحديث فيه إطلاق ذلك أنه لا يدخل مكة والمدينة، وهذا وأن على أنقابهما ملائكة يمنعونه من دخولهما، كلما أراد أن يدخل اعترضه ملك بالسيف صلتا. والقيد باق عليه إلى يوم خروجه. إلى يوم مخرجه. فيه ما يدل على هذا، أو هو أصل الحديث فقط حديث تميم؟ هو أصل حديث تميم، وأيضا ذكر أنه سيخرج في آخر الزمان، وبيان الأحاديث الكثيرة المتواترة في مخرجه وطريقته. لكن هل فيها ما يدل على استمرار قيده، أو هو فقط استصحاب لأصل حديث لا تميم؟ أنه لا يعرفه الناس ولا يخرج إلا في ذلك الوقت، مخرج الدجال وقت واحد. طيب. ولا يمكث في الأرض إلا 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. ولح على هذا أنه سيأتي بعد قليل في بعض تخرجات المعاصرين ما هو مبني على أن هذا القيد قد فك، فلذلك أسأل هل هناك ما يدل على أنه فك أو لم يفك؟ لا لم يفك، استصحاب للأصل. نعم. لا بدليل أنه ما زال مقيدا، أنه ما زال مقيدا في مكانه، وإذا فك مباشرة سيخرج، وهو له شأن عظيم، هو معه نار ونهر ويكلم الموتى ويأمر السماء فتمطر. نعم. ويأمر الأرض فتنبت وهكذا. طيب، الصفات الخلقية التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم عن الدجال. صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل نبي أنذره قومه، ولكنه أعطانا علامة لم يعطها نبي قط قومه، وهو أنه مكتوب بين عينيه كافة راء بالعربية. وأيضا بيّن أنه أعور، وجاء ذلك في عينيه معا، فإحداهما كأنها عنبة طافية والأخرى كأنها عنبة طافئة. إحدى عينيه كبيرة جدا خارجة من مكانها وهي يرى بها، والأخرى منطفئة لا يرى بها. وفي شعره شيء في صفة شعره؟ أي نعم، له شعر طويل، لمة طويلة تصل إلى كتفيه. طيب، على ذكر ابن صياد، الحديث الذي ورد فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف أنه ابن صياد، وكذلك حلف على حلفه صحابي آخر، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدل هذا على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد قتل ابن صياد، قال إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا فلا خير لك في قتله. والدليل على أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخسأ فلن تعدو قدره. فالمسيح الدجال لو كان هو لعدا قدره بكثير، تجاوزه. نعم، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان من فرط، يعني صحة العبارة، ثيابه يختبئ بالنخلات وينظر. لا، هو أراد أن يسمع همهمته وصوته. نعم. حتى يكتشفه، فقال لو تركته بين، لأن أمه قالت له أي صاف محمد وأصحابه. نعم. فسكت وجلس. نعم. فأتاه وقال إني خبأت لك خبيا فما هو؟ فقال إنه الدخ، وقد خبأ له سورة الدخان. فقال ماذا يأتيك؟ فقال يأتيني صادق وكاذب. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لن يعدو قدره، فلم يعدو ابن صياد هذا القدر، كان يأتيه له رأي من الجن، يأتيه بالصادق والكاذب، وله بعض الفتن التي يفتن الناس بها، وهذا يأتي في كل عصور. فالإطلاع على بعض المغيبات يحصل للصالحين والفاسدين والمؤمنين والكافرين، ويكون ذلك فتنة على من ليس من أهل الحق. ابن صياد رجل من اليهود، هو دجال من الدجاجلة وليس الدجال؟ لا، هو كان ليس من، لأنه هو أسلم وحج وكان من المسلمين. النووي هنا يقول قال الخطابي اختلف السلف في أمره بعد كبره، فروي عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة،
القول لأنه لما سأله صلى الله عليه وسلم أتؤمن أني رسول الله قال هو أتشهد أني رسول الله، فهذا كفر. هو كان إذاك يهوديا ليس مسلما لكنه أسلم فيما أسلم بعد. من بعد أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن إسلامه الله أعلم، ما نعرف شيئا عن إسلامه إلا الحج، لأنه نزل مع ابن عمر تحت شجرة واحدة في طريق الحج. طيب. فقال أنت ابن صياد لا أنت المسيح الدجال، فقال كيف تقول ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ولدت بالمدينة وأنا الآن سائر معك إلى مكة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومسلم، وقد المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة ولا يسلم، قد ولد لي والمسيح الدجال لا يولد له. كان هو يجادل ابن عمر في هذا، وقد مات هو بالمدينة وعرف موته. ولما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أنكر نبوته وقال؟ لأنه كان يهوديا معاهدا لم يكن أسلم بعد. أي نعم. طيب نريد شيخنا موجزا لخروج الدجال مكانا وزمانا وكيفية والفتن التي كيفية، لا تسألني عن الكيفيات في أمور لا في الفتن التي يعرضها نعم الناس. بالنسبة للمسيح الدجال يجري الله على يديه كثيرا من الخوارق الهائلة الواقع، ولذلك كان فتنة عظمى يرتد بها كثير من الناس يعبدونه ويصدقونه ولو كانوا من المسلمين لما يرون من الخوارق التي يجريها الله على يديه. ولذلك ذكرنا في حلقة ماضية أن المسيح الدجال لم يرد ذكره في القرآن إلا إشارة إليه، وهي قول الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، مع أن أمره عظيم جدا لكن جاء به عدد كثير من الأحاديث الصحيحة المتواترة. ومما يجري الله على يديه أنه موت له في الكنوز والمعادن تتبعه وتخرج له من الأرض، فثروته هائلة بسبب هذه الكنوز والمعادن التي تتبعه كعاصي النحل تخرج من باطن الأرض. إيه نعم تخرج له. وأيضا أنه إذا كذبه قوم أمر السماء أن تمسك وأمر الأرض أن تمحل، فراحت عليهم مواشيهم في أشد اللواء والضنك، وإذا صدقوه أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تخصب، فتروح عليهم مواشيهم أسبل ما كانت ضروعا. والنهران الجاريان. نعم وله نهران وأيضا له نار، فناره من دخلها نجا ونهره من دخله غوى، وأيضا له مسالح وجيوش وفيهم اليهود، من رؤوس اليهود سيكون له يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. ومكان خروجه هو سيخرج في البداية بين الشام والعراق ويتجه إلى جهة الجنوب للمدينة، وتنزل مسالحه بسباخها، أما منزله هو فوق جبل من جبالها في الجهة الغربية، في الجهة الغربية في غرب المدينة ينزل، والمسالح تكون في الشمال الغربي للمدينة. مسالح جيوش. تعني جيوش هو، لكن الجيوش لا تدخل المدينة وهو لا يدخلها، لكنه ينزل على جبل من الجبال ويرى المسجد من فوق ذلك الجبل فيقول ذلك القصر الأبيض وقصر محمد، يقصد المسجد. والمسجد لم يكن أبيض قط في التاريخ إلا الآن، في العهد النبوي كان مبنيا من حجارة مسقوفا بجذوع النخل وبالطين وبالسعف، ولما سقفه عثمان بالساج كان أسود، كان بناه من الحجارة المنقوشة، ثم بناه الوليد بن عبد الملك كذلك فكمل بنيان عثمان، ثم بناه المهدي العباسي وكمل بنيان الوليد بالحجارة السوداء. عندما طوره المماليك بنوه أحمر، صبغوه بالصبغ الأحمر، وكذلك العثمانيون أقروا الصبغ الأحمر حتى أبيض الآن. الآن أبيض. هل يمكن أن يقول قائل الغريب أنه أن يحدثني عدد من الناس أنه بالصور الأقمار الصناعية للأرض لا توجد بقعة في الأرض أشد بياضا من بقعة، بل أنا رأيت صورة من علو للمدينة فيه بياض ظاهر فعلا، لكن هل يمكن؟ لا هم يقولون عن طريق القمر الصناعي لا توجد بقعة في الأرض أشد بياضا من بقعة المسجد النبوي. هل يبنى على هذا أنه لا يمكن أن يتغير لونه باعتبار أن هذا ما سيراه الدجال؟ سيراه الدجال حتى لو غير سيغير أيضا. طيب. البياض أيضا هذا البياض ليس بياضا طبيعيا، لأنه بالأقمار الصناعية يقولون ما في وجه الأرض بقعة أشد بياضا وإضاءة وإنارة من هذه البقعة التي هي بقعة المسجد النبوي. وبالنسبة لإحيائه الموتى؟ نعم هو يقتل يبعث للرجل أبويه فيكلمانه وقد مات، وهذا من الفتنة التي تجري على يديه. وإذا نزل إلى المدينة خرج إليه الناس، تهز المدينة له 3 مرات تخرج خبثها. نعم فيخرج إليه الناس، وممن يخرج إليه رجل من خيرة الناس وهو من سادة الشهداء،
فيخرج إليه فيقول والله لا أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقسمه نصفين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم فيقول والله ما زدت فيك إلا يقينا، فيضجعه ويحاول ذبحه فيجعل الله ما بين ذقنه وترقوته نحاسا فلا يسلط عليه فلا يقتله. لا يقتله. طيب شيخنا، هلاكه يكون على يد المسيح ابن مريم بباب اللد، وباب اللد هو الآن مطار تل أبيب. نفس المكان. نفس المكان، والباب أيضا هي ترجمة المطار. في المطار باللغات الأعجمية يطلق عليه، هذا يعني سيأتي في طائرة مثلا أو الله أعلم، لكن هذا المكان هو مكان قتله. إيربورت معناه الباب الجوي أو المنفذ الجوي، ميناء الجوي. لكن المهم أن تفسيرها الباب والمنفذ، لأن البورت معنى الباب، وهذا اسم هذا المكان الآن. ورملة لدن التي في الأحاديث الأخرى هي نفس المكان، فيقتل هناك، يقتله المسيح ابن مريم ويري الناس دمه على حربته. هذا الذي ذكرتم الآن هو يفتح باب بعض الإشكالات أريد أن نثيرها معكم في موضوع الدجال. أولها ما يتعلق بالدجال ومثلث برمودا، وحكايات البعض بأن ما يحصل في هذا المثلث إنما هو لأن الدجال اختار أن يمكث في هذا المكان إلى حين خروجه. الدجال لا يختار، إنما اختار الله حبسه في المكان، وهذا المكان مجهول لا ندري ما هو، لكنه في البحار، لكن لا ندري أين هو، في جزيرة في بحر، هي قد يكون مثلث برمودا وقد يكون مثلث فورمولا، الله أعلم. الفكرة المركزية عند البعض الآن هي أن الدجال منذ ذلك الزمن البعيد بدأ في التحرك تمهيدا لخروجه في آخر الزمان من خلال تنفذه عبر الماسونية وعبر يعني القوى المتنفذة في العالم، وأن كل ما يجري الآن من سياسات اليهود وتمكنهم هو بتوجيه من الدجال وشيء من هذا القبيل. هذا من التخرصات من القول الذي ليس عليه دليل. طيب، فالدجال اعتماده ليس على الأسباب المادية الظاهرة، بل على الخوارق، خوارق العادات التي يظهرها الله على يديه. فيه ما يمنع أن يكون متوسلا بشيء من التقنية؟ لا يحتاج إليها أصلا، فلديه من التقنيات ما هو أكثر تطورا بكثير مما يحتاج إليه الناس. التقنيات أو لنقل المعجزات، التقنيات الخارقة للعادة، يقصد الخرق، الأمور الخارقة. طيب، تسمح لي بهذا المقطع لمدة بضع دقائق، سيصور لكم يعني جزء من التفكير الذي يفكر فيه بعض الناس في يصورون الدجال؟ لا، يصور لك طريقة تفكير بعض الناس. ماذا المقطع جاهز عند الإخوة ولا شيخ؟ نعم، هذا يورد الحديث الذي في يوم كسنة ويوم كشهر ثم يعلق عليه، يقول عندما كان الدجال في اليوم الذي كسنة كان في بريطانيا، حكمت بريطانيا 900 سنة، هذا اليوم الذي كسنة لأن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدون، ويوم عند بريطانيا ثم يومه الذي كشهر وحكمه لأمريكا مدة 83 عام، ثم حكمه الذي كأسبوع في إسرائيل. في أيام بريطانيا كان الجنيه هو العملة العالمية، الآن الدولار هو العملة العالمية، وسيرورة الدجال إلى إسرائيل ستبنى على سقوط الدولار وقيمته، والدولار الآن يتهاوى، وبالتالي ستأتي العملة الإسرائيلية الجديدة. لا، سيذكر لك الآن أنها ستكون عملة إلكترونية، ستختفي كل العملات الورقية مع الدولار وتأتي عملة إلكترونية جديدة. ماذا سيكون المال إذن؟ ماذا ستكون النقود التي سيستخدمها إسرائيل؟ والقصد بالنقود الإلكترونية أن يكون الحركة عبر نظام بنكي، وبالتالي تصبح السيطرة كلها اليهود، وهذا كله الآن في نظرهم تمهيد، لأن الدجال سيخرج بعد ذلك بعد أن يكون مكن لليهود في الأرض.
الأنظمة البكية. دقيقة بقي شيء بالنسبة لي كلام الشيخ عمران بعد قليل. ترى هذا صورة من دولار شيخ وفي أعلاها الهرم اللي يسمى الهرم الماسوني، ويقول إن هذه العين الواحدة هي إشارة للدجال، هي رمز الدجال في هذا تبع. ليست مصادفة أن العائلة المالكة البريطانية تعود لتسعمائة سنة، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وهذا اليوم الذي كسنة الآن حسابات 1900 في عام 1917 دخلت أمريكا رسميا في الحرب العالمية الأولى، وهذه الخطوة جعلت القوة العالمية الجديدة. الآن انتقال الدجال من مرحلة بريطانيا إلى مرحلة أمريكا، يريد أن يقول الدجال حكم من هناك في اليوم الذي كشهر. إذا كانت السنة تساوي 1000 سنة بشرية، فإن الشهر سيكون يساوي 83 سنة، النتيجة من 17/8 عام 2000. ومن بدأ من عام 2000 بدأ تحرك الدجال لانهيار أمريكا وقيام إسرائيل، بدأ ب 11/3 سبتمبر وبعدين حرب العراق وكذا إلى آخره. يكفي هذا المقدار. فهذا التصور في أن الدجال جالس يخطط من أجل أن يهيئ الدنيا لخروجه. طبعا هو يقول بعد قليل أن الحروب لما قامت أنشأت أمريكا 10 قواعد عسكرية ستكون هي في تصورهم منطلق الدجال في الغزو. بالنسبة لهذا كله من التخريص، وقد ذكرنا قول الله تعالى قتل الخراصون، ومن الذي لقي الدجال منهم حتى حدثه بذلك؟ يستقرون التاريخ والوقائع. لا، هذا لا ينفع به الاستقراء، هذا خبر وما كان منه في الماضي فهو كذب، وما كان في المستقبل الله أعلم به، هو تخريص. فلذلك لا يمكن أن يبنى على هذا أي شيء، وهو من الأمور التي لا يشتغل بها العقلاء ولا ينبغي أن يلهوا أنفسهم بها. الذي يربك الناس فيها شيخنا هو مثل هذه المقارنات، يقول لك مثلا النص يقول هكذا وقد جرى في العام الفلاني، إن أيامه في الدنيا أيامه في الدنيا لا تتجاوز هذه المدة 40 يوما، يمكث في الدنيا لا ولا منذ يخرج، منذ خرج لا يمكث في الدنيا إلا 40 يوما فقط. طيب هذه 40 يوما، اليوم الأول منها أحداثه كثيرة مثل 40 سنة. طيب مثل أقصد سنة. هذا يمكن في بريطانيا. لا، هذا عندما يخرج. طيب. يعم واليوم الثاني أحداثه مثل أحداث الشهر، سيكون مثل الشهر أو يطول اليوم. ولذلك سألوا قالوا هل تجزئنا ذلك اليوم الذي هو كالسنة يتجزئنا فيه صلاة يوم؟ فقال لا، ولكن اقدروا له، واليوم الذي كالشهر واليوم الذي كالجمعة الأسبوع وبعد ذلك سائر أيامه كأيامكم. فيمضي الثلاثة أيام الأولى هائلة، أما ما سوى ذلك فأيام عادية. وسيقتل في الشام، والظاهر أنه لا يتجاوز هذه المنطقة من العراق إلى المدينة ثم يرجع ما يصل إلى أمريكا ولا يصل إلى بريطانيا. نعم، وفقط في هذه المنطقة. طيب هذا النمط من التفكير عموما هل ترون له مشروعية؟ لا أصلا، التخريص والكذب وترويجه أو تداوله هل يدخل في دائرة الحرمة والمنع؟ طبعا ترويج الكذب والأباطل. طيب ما ورد عن الدجال وبني تميم، ما خصوصية بني تميم مع الدجال؟ بنو تميم أشد الناس على الدجال في آخر الزمان، يكون لهم مكانة في الحق والوقوف في وجه الدجال، سواء كان ذلك في الحجاز أو في العراق أو في الشام. فبنو تميم في كل هذه المناطق إن شاء الله، ومن مزاياهم وخاصيتهم أنهم أشد الناس على الدجال. مفخرة لهم إذن. نعم، من مفاخر بني تميم. طيب نترك الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام وقد قتله عند باب لوط كما أشرتم، ونشير قبل ذلك إلى خروج يأجوج وماجوج. أولا خروجهم بعد الدجال، يأجوج وماجوج بعد الدجال، بعد الدجال وبعد أن تنتهي فتنته وبعد أن تخرج الأرض خيراتها ومنافعها، فيخرج يأجوج وماجوج من جهة المشرق. سدهم يمكن أن يحدد مكانه؟ لا، لكنه في جهة المشرق، فيزول هذا السد من أشراط الساعة أن يجعله الله دكا لحظة يدك هذا السد. لأن مثلا وجدت أنا عند البخاري أثرا معلقا على صيغة الجزم، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر، فقال رأيته، يعني أقره على وصفه، فكأنه يمكن أن يراه البشر وأن يعرفه. لكن هذا قد يكون رؤيا لا رأي، لا رأي عين، رؤية منام. إيه نعم، حمله على ذلك بعض أهل العلم. طيب الذي لا يحتمل المنام قول ابن كثير، قد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلا من جهته وكتب كتبا إلى الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى انتهوا إلى السد، فلما رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه بابا عظيما وعليه أقفال وأنه بناء محكم شاهق منيف جدا
إلى آخره، وأنهم يعني وجدوا الأهوال في الطريق الذهاب وفي طريق العودة. بالنسبة للواثق الذين أرسلهم لم يتجاوزوا كشمير، طيب، وصلوا إلى جبال الهملايا، ورأوا سدا فظنوه هو، رأوا أشياء، لأن تلك الجبال هي من أطول، هي أطول تقريبا جبال الأرض، وفي على قممها ما يشبه سفينة قديمة، كأنها يمكن أن تكون من سفينة نوح أو هي. وقد أخبر الله أنه جعل سفينة نوح آية وجعل منها آية. وكذلك هذا الصد من الجبال قد يكون هو الصدفين، فيكون ما بين الصدفين هو الصد الذي عمله ذو القرنين من الحجارة والحديد. قبل أن أخذ اتصالين إذا أذنت لي، هناك كلام لطاهر بن عاشور أريد رأيكم، لكن المهم أن يأجوج ومأجوج أيضا لا يتأخرون كثيرا في الأرض، لأنهم إذا وصلوا إلى المسيح ابن مريم يحصرونه، فيدعو عليهم هو المؤمنون معه بعد أن يشتد عليهم الجهد، الجهد الشديد، حتى يجوعوا جوعا شديدا، فإذا دعوا عليهم ماتوا موتة رجل واحد، يسلط الله عليهم النغف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد، شيء كالدمل وكذا، نعم، دود يشبه مؤثر في رقابهم، فإذا ماتوا موتة رجل واحد تضرر الناس لأن الأرض تكثر فيها الجيف والجثث والروائح والأوبئة، فيستسقون فيرسل الله غيثا يطهر الأرض فيذهب بجثثهم، وتعود الأرض كالكرسفة البيضاء فيذهب عنها كل ما كان فيها من آثارهم. الطاهر يقول: والذي يجب اعتماده أن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتر، قد ذكر أبو الفداء أن مأجوج هم المغول فيكون يأجوج هم التتر، وحاول أن يستدل ذلك، ويرى أن خروجهم الذي كان هو شيء من الخروج الذي أشارت إليه النصوص، وأنه لا يمنع أن يكون هناك خروج آخر لهم. لا، هم لن يخرجوا إلا مرة واحدة، وخروجهم لا يكون إلا شرطا من أشراط الساعة، لأن الله قال في بعد مستطاعوا أن يظهروه مستطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي. مستدل بحديث: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومن مأجوج، قال 600 سنة مثل هذه يعني تكبر، ولكنه سيكون دكا. ثم هم أضروا بالعرب أكثر شيء المغول، ورسولهم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. لكن ليسوا هم يأجوج ومأجوج الذين يتحدث عنهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مخرجهم وشربهم للمياه وحصارهم المسيح ابن مريم، وهذا لم يفعله التتار قطعا. طيب، نأخذ اتصالين إذا سمحتم. الأخ محمد من الجزائر، تفضل. أخي السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو أغلقت التلفاز بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. محمد من الجزائر، تفضل. تفضل شيخ، عندي عدة أسئلة متنوعة. تفضل شيخ. إني أحبك في الله. أحبك الله. معني جيدة شيخ؟ أحبك الله. السلام عليكم. السلام، تفضل محمد، الوقت ضيق، هات الأسئلة. أرجو من الله أن تدعو لي ولإبني، خاصة ابني، أن يكون عالما للشكر إن شاء الله. إن شاء الله. كأنه قطع الخط. الأخ أبو شهد ولا أبو عهد؟ أبو عهد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، حابين نستفسر الله يعطيك العافية عن شغلة: ما في شيء في الدنيا إلا في القرآن خبره. صحيح؟ فنبغى يعني تكلمت عن جميع الطرق إلا شغلة إمام آخر الزمان، هل في آية في القرآن تدل على خروجه؟ إمام آخر الزمان؟ نعم. طيب، بالنسبة للأخ محمد من الجزائر، نسأل الله أن يقر عينه وأن يحقق رجاءه في ولده، وأن يعلمنا وإياه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. الأخ نعم سأل عن إمام آخر الزمان المهدي، ذكرنا آية واحدة ذكرت فيها إشارة، وهي قول الله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهي في سورة هود. نعم. نعود مرة أخرى. أحد الباحثين المعاصرين كتب كتابا كبيرا، قال فيه: وبتوفيق من الله وعونه وبعد جهد كبير وزمن طويل، خلص البحث إلى أن ذا القرنين هو أخناتون، أحد أشهر ملوك الأسرة 18 الفرعونية، ذلك الملك الذي أجمعت كل المصادر على أنه الوحيد الذي كان موحدا،
وذهب إلى أن يأجوج ومأجوج هم سكان قارة آسيا وسكان ما سماه قارة الخيل، يعني حملهم على اليابان وكوريا من آسيا، وكذلك من جهة الأخرى سيبيريا ومنغوليا وكازاخستان، وأجرى على هذا بحث طويل وأظنكم اطلعتم عليه ربما. هذا كله ليس فيه شيء جازم ولا ينبغي الإنسان يشتغل به، لا ينبغي أن يشتغل به أصلا. به الإنسان أصلا. طيب وين يعني وجد قرائن أو دلائل؟ هذه القرائن وجدها القرطبي في تفسيره، وجدها طاهر بن عاشور، وجدها عدد من الناس جزموا بأنهم أهل الصين أو أهل منغوليا، لكن هذا لا ليس فيه شيء يدل عليه. الصين يعاشرهم الناس الآن ويلقونهم، إنه قالوا كالمجان المطرقة أيضا وجوههم فيها شبه. هذه حرب نعم حصلت، نعم هذه الحرب حصلت. طيب شيخ، حرب التتار، الخسوف الثلاثة التي بالمشرق والمغرب والجزيرة العرب، ظاهر الحديث تزامنها أنها في وقت واحد، هذا الذي يكون آية يقع في نفس الوقت خصف في المشرق وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب، وهذا ما لم يتحقق إلى الآن. وحصلت خسوف، خصف في المغرب مثلا اشتهر خصف مدينة الأصنام في الجزائر، وخصف ذمار في اليمن، وخصف إندونيسيا المشهورة، أو خسوفات إيران مشهورة وكانت متقاربة، لكن لم تتزامن، ليس شيء منها يصدق، لم تتزامن في وقت واحد. العلامة أن تكون الثلاثة في وقت واحد، هذا الذي يبدو. هل ورد في الآثار شيء من تفاصيلها أو لا؟ بالنسبة للحجاز سيقع فيها خصف بالجيش الذي يأتي من الشام يقصد الكعبة، نعم، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأولهم وآخرهم، هذا غير الثلاثة. واختلف هل المقصود بالبيداء بيداء المدينة، وهي ما كان جنوب ذي الحليفة إلى ذات الجيش، إلى الجبل الذي يسمى بذات الجيش، وهذه البيداء هي التي قال فيها ابن عمر ما أدري ما بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، والمقصود بذلك أنه أحرم معه مد البصر من الناس، فلا يمكن أن يحرموا جميعا مكان واحد، فأحرموا من البيداء، نعم، التي من حيث وصلوا، نعم، السهل المتسع جنوب ذي الحليفة إلى ذات الجيش. لكن هذا الخصف، وأيضا حديث نزول آية التيمم حتى إذا كانوا بالبيداء أو بذات الجيش، واقع من ذات الجيش على طرف البيداء، فهو مكان متقارب، فهذا هذه البيداء. وقيل المقصود به بيداء بني سليم، وهذه أرض معروفة في بين العسفان ومكة، وهي أرض متسعة، ويذكر بعض الناس أن فيها قابلية الزلازل، والله أعلم. هذا الخسف الذي يخسف بالجيش الذي في البيداء هو أحد الخسوف الثلاثة أو هو خسف لا آخر؟ لا، خسف آخر. وهذا الجيش هو الذي يتوجه لحرب المهدي وهو في المسجد الحرام أو غيره؟ الله أعلم، لكن المهم أنه يتجه إلى الكعبة. طيب آية الدخان مذكورة ضمن الآيات الكبرى، هذا الدخان اختلف فيه الذي جاء في سورة الدخان، ارتقي بيوم تأتي السماء، نعم، فذهب ابن مسعود إلى أنه ما كان من القحط الشديد عندما أصيبوا بذلك في مكة، فكانوا يرون دخانا من شدة القحط والغبار الذي يثور من الأرض لانعدام المطر عليها، وأنهم كانوا يثور بينهم وبين الجبال شبه الدخان من الغبار، ولكن الذي يظهر افتراق بين الدخان والغبار فهذا ليس دخانا إنما هو غبار، إلا إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي للدخان الدخنة في لون معين لون الكدرة، لكن عموما الذي يبدو أن الدخان هو ما كان ناشئا عن الحريق، والنار التي ستخرج من قعر عدن يبدو أنها بركان كبير سيكون له دخان عظيم يعم الأفق، يكون هو المقصود، نعم. هذا بالنسبة للآية فيها اختلاف، لكن الدخان المذكور في حديث علامات الساعة أظنه لا يصرف إلا على هذا، نعم، لا يمكن أن يحمل على ما كان، لا يصرف إلا على هذا. طيب والدابة شيخ؟ الدابة دابة تختلف عن الدواب في شكلها وهيئتها ووظيفتها أيضا، وهي تخرج في أشد المسجدين حرمة أو في أعظم المسجدين حرمة في رمضان، أي في المسجد الحرام، وتخرج من صدع أو نفق خلف الصفا، وتكلم الناس، الصفا الآن وراءها أنفاق مغلقة، وهي التي كان فيها حمامات الحرم، صحيح، في داخل جبل جبل أبي قبيس، تخرج من ذلك المكان، الله أعلم، هي تخرج من صدع أو من نفق خلف الصفا، المهم أنها تدخل المسجد الحرام والناس صائمون في رمضان فتكلمهم، إما أن يكون المقصود بتكليمها لهم تجريحهم في وجوههم فتكتبوا جرحا يعرف به المؤمن من الكافر، أو تحاورهم، أو تكلمهم بهذا الكلام تعظهم فتقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، طيب تصرف
في شعب أجيال لا يدركها طالب ولا يفوتها هاري فتختفي تختفي في شعب أجيال فهي لا تتعدى مكة. طيب بقي لنا دقيقة وأقل، أريد أن تشيروا إلى آخر علامتين، طلوع الشمس من مغربها والنار التي تسوق الناس إلى محشرها. أنا لا أرتب هذه العلامات بهذا الترتيب ولا أستطيع أن أجزم أن هذا آخر شيء. بالنسبة لطلوع الشمس من مغربها ليس آخر العلامات. طيب. سيبقى بعده الناس ويبقى بعده أهل الإيمان، والإيمان أهل الإيمان ستأخذ أرواحهم تقبض بالريح الباردة الريح اللين الباردة، وبعد ذلك يرفع القرآن، فهو من آخر الأشراط رفع القرآن. لكن المهم أن طلوع الشمس من مغربها سيكون عند إغلاق باب التوبة، وهو باب من السماء من جهة المغرب قبل المغرب يغلق، فإذا أغلق لم تقبل التوبة من لم يتوب أو لم يكن قدم خيرا من في الإيمان. وطلوع الشمس من مغربها تطلع بعد 3 أيام لم تطلع، والناس ينتظرونها فلا يرونها في الأرض كلها. نعم، وتطلع من مغربها يؤذن لها، فهي كل ليلة تستأذن فيؤذن لها، تخر ساجدة تحت العرش فيؤذن لها إلا تلك الليالي فتحبس لا يؤذن لها، ثم يؤذن لها فتطلع من مغربها، فالأرض ستدور دورانا يجعل الشمس تطلع عليها من مغربها ينعكس دورانا. نعم، فحينئذ تتغير دورة العالم كله، لأن الشمس ستطلع من مغربها وتقترن بالقمر. وآخر شيء من ذلك رفع القرآن كما قال السيوطي، والخسف والدابة والدخان، وبعد هذا يرفع القرآن، جعله بعد كل ذلك. طيب جزاكم الله خير. فقط أشير إلى حديث مسلم، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى المحشر. محشرهم. المحشر المقصود به كما ذكرنا الحشر الأولي ليس الحشر الأخير. نعم. طيب أنا مضطر أن أنهي الحديث الآن شيخنا، شكرا لكم شيخ محمد، وشكرا لكم إخواني وأخواتي، نراكم على خير، وإن شاء الله غدا نناقش إذن يسر الله موضوع القضاء والقدر. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.